بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. إني سألت الشعر أن يتعطفا فقال هيهات هيهات لن أتوقفا. معذرة رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا. قد جاءت من قديم ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو أن ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو أن قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا بالسماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه فخرا بأن البدر يخسف نوره ونور محمد لن يخسفا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، واستكمالا لهذه الليلة القرآنية المباركة التي أقيمت تكريما لأم كريمة فاضت روحها إلى رب غفور رحيم، نستفتح بالذي هو خير القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد السلام سرايا، القارئ والمقيم بصافور مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية. داعينا العلي القدير له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسله ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله
الأمور. الله يصطفي من الملائكة رسلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا
وجاهدوا في الله حق جهاده. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم ببيانه.
قال ربك في عليائه هو ذا يخاطب صاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل في حياتك واسع بما أوليك من غفران واشفع تشفع في ذويك، وهذه من عند ربك غاية الإحسان. وانظر لوالديك ألبسهما تاجا به في الحشر يبتهجان، تاج بدا كالشمس في وسط السماء ووجوههم كالبدر في التيجان. فاقرأ وارقى ورتل واسعد وأمتعنا بقرآنك يا صاحب القرآن. الصلاة على سيدنا النبي. وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. واعتصموا بالله واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ولقد
نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما Thank you.
شأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. عشنا واستمتعنا مع آيات الله البينات. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد السلام سرايا قارئ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بصافور مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت والإنارة لصاحب الحاج فايز هلال عمارة والمهندس شريف فايز هلال عمارة والمقيم بميت غمر شارع الكيالي إدارة المهندس محمد فايز هلال عمارة قصر الضيافة المتنقل وكبرى مخازن الفراشة لصاحبها المعلم عاطف حطبة والمقيم بمركز ومدينة ميت غمر الخدمة الفندقية الممتازة إدارة المتر محمد أبو السعود والمقيم بكفر سرمدة هندسة الهواء والتصوير مهندس أحمد الجعبري والمقيم بدندين. الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وقدم واجب العزاء وسعيكم مشكور جميعا.